شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال 40 يوما حملات استهدفت نحو 3200 منشأة تجارية في صنعاء ومدن أخرى بهدف الابتزاز وفرض الجبايات وتمكين أتباعها من مفاصل العمل التجاري. ووفقا للتقارير فإن العاصمة المختطفة صنعاء حلت في المرتبة الأولى من حيث عدد المنشآت التجارية التي ضربتها موجة الاستهداف الحوثي بواقع 1672 عملية دهم، تلتها محافظتا الحديدة وعمران بواقع 169 عملية استهداف لكل منهما، فيما حلت صعدة بالترتيب الثالث بعدد 66 عملية استهداف بالجباية خلال إجازة العيد ضد ملاك منشآت تجارية، لتأتي بعدها تباعا بقية المدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية الإرهابية. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر مطلعة في صنعاء قولها إن ميليشيا الحوثي نفذت أعمال جباية لم تستثني أحدا من التجار وملاك الأسواق والمطاعم والباعة المتجولين بمناطق متفرقة من صنعاء وضواحيها. وأفاد تجار بأن فرقا حوثية ميدانية شنت حملات لجمع إتاوات نقدية وأخرى عينية بالقوة تحت عناوين متعددة، أبرزها تمويل مشروعات الجماعة وجبهاتها القتالية. وأكد تجار بأن فرق البطش الحوثية داهمت في الأيام القليلة الماضية عدة محال تجارية وأسواق بمناطق متفرقة من المدينة، وباشر عناصرها بالاعتداء على عدد من الملاك واختطاف آخرين، إلى جانب فرض مبالغ مالية بحق مجموعة ثالثة من التجار. وجاء تكثيف حملات الابتزاز في مناطق سيطرة الجماعة بالتوازي مع تحذيرات أممية بأن ملايين اليمنيين لا يزالون يعانون من الآثار المعقدة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة.